راجل كبرت بالسن كمان، مش شاب ما عنديش باور زمان. سبت بيتي عشان انزل اخلص لربنا، والورقه تاني بعد اذن حضرتك اهو. احنا ما بنقولش كلام مرسل، ورق بلام بدونيه بحسابات بنوكي. ادي ورقنا اهو. ايه هتشيء هتحدد بالطوب ليه؟ معلش، لا انا سيبنا تحرب بالطوب في فن، لا سيبنا تحرب بالطوب في فن. طلعت بقى حفله مش متوفق فيها، طلعت بترعش، طلعت بنشط، سيبنا تحرب بالطوب في لعبتي بتاعتي اللي احنا عشنا نتحدى فيها بالطوب. لما الطوب خلاص دغدغ لنا دماغنا في الحلوه وفي الوحشه، بتعمل الحلوه محدش بيشكرك، بتعمل وحشه بيصطادوا لك فيها الطرف منها عشان يجيبك. هجوم كل ما نيجي نحمي البلد من اي مصنف تلاقي طالعين يقول لك حريه التعبير. تيجي تسيب حريه التعبير يقول لك وانت اللي سبت. اللي هو احنا قاعدين عمالين نترسع ونتخبط وكل اهدافنا بنعلنها. انا بعلنها مره واثنين، ولا اتخن شنب فيك يا مصر يعرف يزايد على حب مصطفى كامل لمصر. ولا اتخن شنب ولا جابت مصر واحد شال ايده على كفنه على ايده كده زي مصطفى كامل. اما النهارده تطلع تلاقي في برنامج هو انت ليه منعت الحفله؟ هو يا عم هيدمر البلد. يا سيدي هيدمر البلد. فتلاقيها بترعاها كذا قناه. ايه ده؟ لما تيجي تتلغي الحفله، طب انت اللي لغيت، طب انت بتدي تصريح، طب انت ليه اديت؟ ده انت ناس قاعده تهدم فيك. ده احنا البلد الوحيده اللي انا بحس ان اعلامها قاعد يدمر في كل الموزع، قاعد يدمر في كل كيانات. احنا بنشوف بلاد فيها البنت اللي قد كده عمالين يصنعوها نجمه، والواد اللي قد كده بيطبخوها عشان اشمعنا في مصر بنهدم هنا؟ ايه الهدم اللي احنا دايرين فيه ده؟ ايه الهدم؟ تعالى اهدم. يلا نقول احنا كفنانين اتعودنا على اللي بيهدم فيك واللي بيزق معاك. انا بكلمكم دلوقتي في مؤسسه خدميه.